من السخرية أن يبكي الجلاد ضحاياه وأن ينصب القاتل نفسه قاضيا، وهذا هو واقع مشروع القرار المعروض أمامنا اليوم، والذي يعالج جريمة لم تحصل ومجزرة مزعومة مفبركة لم ترتكب ولم يراها أحد، باستثناء أعمال القتل والاغتصاب والتدمير التي مارسها إرهابيو الجيش الحر والقاعدة بحق المدنيين الذين احتجزوهم كدروع بشرية. كل ما في الأمر أن الدول الراعية للإرهاب ومنها الدول الراعية للقرار حزينة على مصير مرتزقتها الذين خسروا معركة القصير. لقد توافقت غالبية الدول اليوم على أهمية عقد مؤتمر جنيف الثاني وتمنت نجاحه، ولكن هذا الأمل يصطدم بمشروع القرار هذا الذي لا يسهم بشيء إلا بتعطيل الاستعدادات الجارية لتحضير هذا اللقاء، والذي من شأنه العمل على وقف نزيف الدم السوري. ولا نرى أن رعاة القرار يسعون لهذا الهدف ولا يتمنون حصوله. إن الانفصام بالشخصية الذي أصاب أحد الرعاة الرئيسيين المتمثل برعايته مؤتمر جنيف الثاني وبالوقت ذاته رعاية هذا القرار، إنما يعكس مدى تخبط بعض الدول وتعمدها عدم استيعاب حقيقة ما يجري في سوريا وواقع صمود سوريا وانتصارها في معركتها مع إرهابهم. ولهذا نأمل السيد الرئيس من المجلس عدم اعتماد هذا القرار. شكراً. The results of the recorded votes are as follows. 36 in favor, 1 against, 8 abstentions. Draft resolution L1 as orally revised is therefore adopted.